مرحبا يا أطفال يا حلوين، أكيد أنتو نعسانين وحابين تسمعوا حكاية. اليوم رح أحكي لكم قصة، واللي هي قصة القطة. هي القطة كانت قطة كتير 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 حلوة، وشكلها حلو ولونها بيضة وشكلها كتير كتير حلو. هي القطة، بس هي القطة كان في عندها مشكلة. كانت توقف كل يوم على المراية وتطلع على حالها هيك لفترة طويلة، تطلع هيك على حالها بالمراية وتقول يا ريتني غير هيك ويا ريتني اعمل هيك، وهي كانت حابة انه تغير بشكلها. تمام، يعني هي كان مو عاجبها شكلها، مع انه هي القطة كانت كتير حلوة يعني وظريفة. فكانت كل يوم توقف على هالمراية، تطلع على حالها تشوف شكلها هيك انه ما يعجبها، تلاقي حالها انه بشعة، تحمل حالها وبعدين تمشي هيك تبعد عن المراية وتطلع برات البيت. فطلعت برات البيت يوم من الايام وهي ماشية بالطريق، طلعت هيك عم شافت عصافير عم يطيروا، عم طلعت هيك بالعصافير قالت يا الله، يا ريتني انا عصفورة، يا ريتني أنا عصفورة وأحسن طير مثل هدول العصافير، أحلى أحلى ما أكون قطة. فطلعت هيك بس قالت إنه أنا صعب إني أنا أصير عصفورة وطير مثل هدول العصافير. فحملت حالها وظلت ماشية، هي ماشية هيك من قدام، طلعت هيك قام لقيت فيه سمك عم ينطوا قدامها بالبحيرة وعم يطلعوا هيك من المي وينطوا ويرجعوا على المي. طلعت هيك قالت يا الله، يا ريتني أنا صير سمكة، إذا صرت سمكة أحسن وأحلى، بصير بنزل هيك وبسبح بهالمي وما حدا بيضايقني، وبصير بسبح كيف ما بدي بكل الأنهار وكل البحار. طلعت هيك قالت بس صعبة إنه أنا صير سمكة، كيف بدي صير سمكة؟ ما بحسن إني صير سمكة، صعبة. فهي كانت عم تحاول إنه تغير شكلها وتغير حالها. تمام؟ فحملت حالها هيك وظلت ماشية، مشيت لقدام، بعدين طلعت هيك عم لقيت في أرنب. قالت يا الله، ليك الأرنب ما أحلى، يا ريتني أنا صير أرنب، إذا أنا صرت أرنب والله أحلى، الأرنب سريع وبيحسن ينط هيك بمسافة عالية وبياكل جزر وكتير حلو الأرنب، يا ريتني أنا صير مثل الأرنب. فطلعت هيك قالت إنه أنا شو بدي ساوي، كيف بدي صي، يعني كيف بدي ساوي حالي أرنب. أم راحت جابت هيك مثل قناع وش أرنب وراحت لبست هذا القناع، طلعت هيك بس قالت لك ما بيمشي الحال، في عندي أدنين وأدني غير أدنين الأرنب وشكلي غير شكل الأرنب، ما بيمشي الحال، يا الله كيف أنا بدي هيك غير شكلي. أم قالت لحالي يلا ما راح غير حالي الأرنب، لأنه ما بيمشي الحال أني غير حالي الأرنب. قام راحت ضلت بقى ماشية، مشيت هيك لقدام وهي ماشية، طلعت هيك قام لقيت في بطاط عم يسبحوا هيك بالبحيرة، طلعت هيك قام عجبها قالت يا الله، أحسن شيء إني ساوي حالي بطة، إذا صرت أنا بطة البطة منيحة، بسبح كيف ما بدي وبطفو هيك على وش المي وكتير كتير حلوة البطة. فراحت حاولت انه تعمل حالها بطة بس ما زبطت، قالت لك ما بيمشي الحال، كيف بدي اعمل حالي بطة، انا ما بعرف اسبح واذا بمشي بالمي ممكن اغرق، ما بيمشي الحال. فراحت هيك ضلت ماشي، وهي ماشي عم طلعت هيك لقيت خواريف، قالت ايه خواريف، لازم انا اعمل حالي خروف، احسن شيء اذا عملت حالي خروف منيحة. طلعت هيك بس كيف بدي اعمل حالي خروف، انا طب أنا إذا ساويت حالي خروف، خروف كبير والخروف لازم يكون في عندي فرو ولازم يكون صوتي مثل صوته، أنا ما رح يزبط معي هيك، كيف بدي ساوي هيك، ما رح أحسن أعمل هيك. إجت والله حملت حالة ومشيت، وهي ماشية عملت هيك عم طلعت لقيت فيه فواكه، طلعت هيك عم لقيت صارت تاكل تفاح وصارت تاكل فواكه وصارت تاكل موز. طلعت هيك قالت والله أحسن شيء إنه أنا ساوي حالي فواكه، يعني هذا الشيء مجنون اللي عم تفكر فيه، كيف بدها تساوي حالها فواكه،
فقالت والله أحسن شيء إنه أنا ساوي حالي فواكه. إذا عملت حالي فواكه بيصير شكلي حلو كتير كتير. قام شو ساويت؟ أكلت الفواكه وخلصت وجابت القشر تبع الفواكه، قشر التفاح وقشر الموز وقشر البردقان، وحطت القشر كله هيك على جسمها وغطى جسمها كله على أساس إنه هي شو؟ على أساس إنه هي صارت فواكه. بعد ما أكلت وخلصت وعملت هيك كل الشغلات على 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 جسمها، حطت الفواكه قشر الفواكه، قام تعبت هي من كتر ما مشيت وفكرت وأكلت وبعدين تعبت. فشو قالت لحالها؟ قالت لحالها أنا لحنام هون شوي هلا وبعدين برجع على البيت. عملت هيك ونامت. بعد شوي بتتفاجأ، بتفتح عيونها هيك، بتلاقي فوق راسها مين؟ بتلاقي فوق راسها الخواريف، والخواريف كانوا واقفين وعم ياكلوا. شو كانوا عم يساووا؟ كانوا عم ياكلوا القطة. ليش؟ لأنه القطة حطت على جسمها قشر الفواكه، قشر التفاح وقشر الموز وقشر البردقان، حطت على حالها كل هذا القشر. فالخواريف شو فكروا؟ فكروا هاي القطة اللي نايمة هي فواكه، لأنه هي حطت القشر على جسمها. وهن كانوا عم ياكلوا، وإجوا بدهم ياكلوا أول لقمة منها، قام صحيت هي. وصحيت هيك فزت دغري وهربت. هربت ورجعت على البيت، وهي رجعت على البيت قالت يا الله سامحني، يا الله سامحني، أنا والله غلطت. أنا كنت عم أقول إنه أنا لازم صير أرنب ولازم صير خروف ولازم صير فواكه، وأنا آخر شيء عملت حالي إنه فواكه، ولو ما أنا فقت كانوا أكلوني هلأ الخواريف. فيا رب شكرا لك، أنا بحمدك وبشكرك. خلاص أنا بدي ضلني قطة، وأنا مقتنعة بحال إنه أنا قطة وحلوة وظريفة. وهي كانت قصة القطة اليوم. إذا عجبتكم اعملوا لنا لايك واشتركوا بالقناة. وتوتة توتة خلصت الحتوتة.